المباراه مباراه مش على نية ربي انا والاسبيرانس توا افار هذيك السوبر كوب وبار المباراه اللي خسرناها في العين. تشوف الترجي يعني في تونس في البطوله التونسيه الافريقيه يعني الترجي ما انهزمش مش منا شيء. باهي مقابله الاياب كيفاش تشوفها سي عبد الكريم؟ والله نشوف مقابله يعني الحذر ويجب لمحاله والتيران ظريف نتاعهم يعني، ولكن الترجي باش كل مباراة هي وحقيقتها. الترجي المرة هذه يبا جوي اكيليبري يعني باش يكون فما اتزان، ماناش باش نلعبوا الدفاع، ماناش باش نلعبوا الاتاك او ترانس نغمضوا عينينا، باش نلعبوا متزنين وان شاء الله بقدرة سميع العليم الترجي باش تسجل في لومباتي. هي معادلة صعيبة ظهر لي بين انه نلعبوا من اجل نحافظوا على النتيجة هذه والا نمشيو باش نملكيو ونسهلوا التأهل، انت شنو تشوف؟ انا نشوف احنا باش نوصل نسجلوا هدف باش تصعب مهمة، لانه كان سجلنا هدف يلزم الفريق الكونغولي يلزم يسجل 3 اهداف، يعني تسجل هدف ديجا عملت خطوة كبيرة نحو الترشح. التشكيلة تشوفها أن نفسها هي طابت هي ولا إلا فهم باش يكون فما تبديلات؟ باش يكون فما تبديلات إن شاء الله، يعني حسب اللاعبين الجاهزين سيرتو الجاهزية البدنية. شكون تشوف نجم يعاون في مقابل في بلوبو مباتشي؟ والله هي هما اللي لعبوا نهارتها يعني في المباراة نتاع ذهاب يعني الكيف اللي يلزمها تكون موجودة. ربما قلت لك مع الكونتكست باش يتبدل، قد تلعب بدفاع يعني حصين، باش نقول لك ما فماش تغييرات كبيره باش يكون البدري في بلاصه الهوني، والبدري ماهوش جديد على البلاصه يعني بدري هو في الاصل هو مولى البلاصه ولو لي بوست ما فماش شات ملكية عند حتى واحد، ولكن البدري عنده تكتيكمون إلي فور يعني قوي برشا من الناحية التكتيكية، وبالفورمة نتاع البليلي ينجم يصلح الخليسي، ينجم يصلح جويني في لي دويل وفي الواحد، يعني باش تكون يعني نقولوا احنا جمعية بتوازن. ما نحبش نسمي انا الاحداث كل نخلي الاختيار المدرب خاطر هو اللي عايش مع الملاعبيه وهو يعرف شكون ضروري اكثر من الاخر. واضح، يعطيك الصحه سي عبد الكريم، شكرا ليك. اكيد نذكر اليوم نحكي على حظوظ الانديه التونسيه في بلوغ نهائي تشامبيونز ليج الافريقيه وكاس الكاف. نذكر ان تنجموا تكلمونا على 71 725 1000 في نص ساعه ثانيه، اكيد نستقبلوا مكالماتكم. حاليا نحكي على ماتش السي اس اس وفوزوا في مقابله الذهاب على نهضه بركان المغربي 2-2. نسمعوا شنو قال حسام الدقدوق لاعب السي اس اس بعد المقابله. والله يظهر لي اليوم مباراة دخلنا مركزين أكثر منها يعني بريمير ميتون، اليوم خدمت عليها برشا هذه أنا وعلاء السونتراج وتفاهم برشا أنا وعلاء، اليوم الحمد لله مشيت باهية، إن شاء الله نكملوا هكا. توا عندنا مباراة إياب نبداو مركزين فيها ما هي سهلة، فريق محترم لازمنا كما قلت لك مباراة الإياب كونوا حاضرين، إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله. دونك هذا كان اللاعب سي اس اس حسام الدقدوق. نسمعوا شنو راي اللاعب السابق لنادي صفاقسي شاكر البرقاوي معنا بالتليفون. اهلا بك شاكر. شاكر ما نعرفش ماني موجود معنا شاكر ولا لا، لو كان مش موجود نحاول نتحصلوا عليه من بعد. نذكر السادة المستمعين احباء الاسبيرانس احباء السي اس اس واحباء الاتوال تنجموا تكلمونا على 71 725 1000 تعطيونا ارائكم في نتائج الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. نذكر الاسبيرانس كان فاز على مازيمبي الكونغولي 1-0، السي اس اس فاز على نهضه بركان المغربي 2-0، الاتوال انهزم ضد الزمالك المصري 1-0. لانه النتائج هذه كافيه من اجل التدارك في مقابلات الاياب والتاهل للنهائي. بطبيعه نطمحوا للنهائي التونسي في كاس الكاف، وكذلك تاهل الاسبيرونس للمره الثانيه على التوالي لنهائي تشامبيونز ليج. معنا شاكر البرقاوي اللاعب السابق للسي اس اس، اهلا وسهلا بك شاكر. السلام السلام ومرحبا مستمعيك فريزا فام. عين شاكر غيبه شاكر، بعد ظهر لي على الميادين جمله واحده من بكري ما سمعناش الاسم نتاعك. اي بطبيعه تعرف ملي بدات الكوره ظهر لي، تعرف الكوره تاخذ برشا وقت من حياه يعني ملاعبي وكل شيء، تعرف بعد الكوره يعني كملت
قالت لي بعائلتي امي وبابا وصغاري ومرتي وحبيت نستغل الفتره هذه ظهر لي. لكن قعدت نعم في لي فورماسيون دونترنور ظهر لي في يعني في تونس ومستير وان شاء الله على قريب يعني رجل ميدي ان شاء الله باش تكون مدرب. فما دي كونتاكت فما حاجه هكا ولا والله ان شاء الله بقدره ربي انا بوها ما عندي دي كونتاكت الحقيقه لكن ان شاء الله باش نبدا في ليجان في نادي الصفاقس ان شاء الله القريب وكهو ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل. باهي شاكر. كيفاش شفت الريزلتا اللي حققتها السي اس اس البارح فوز على نهضه بركان 2-2 اهداف على الدين المرزوقي وحمزه مسروق 8 بينالتي؟ بون بالنسبه للريزلتا نتصور يعني نتيجه ايجابيه ظهر لي في الصفاقس لكن نادي الصفاقس نتصور كان ينجم يربح اكثر يعني الفريق هذا نتصور يعني تكبر الماتش على الملاعبيه اكثر من اللي كان اكثر من خط فريق يعني نهضه بركان ما يعني باللي تتصور يعني فريق قوي لكن ما هوش بالطريقه اللي حكيت عليها الناس الكل. فهمت نعرف ان الصفاقس عنده يعني عنده خاصيه افريقيه تو عنده يعني في المشاركات الافريقيه ظهر لي عنده اسم كبير في افريقيا. نتصور فريق نهضه بركان هو اللي جا خايف من الصفاقس والصفاقس ظهر لي ربح زوز بلاش وما يمشيش المغرب ان شاء الله باش يسجل ومش يتعدى يعني عادي ما نتصورش يعني نهضه بركان باش توقف الصفاقس ما نتصورش. ما تشوفش السي اس اس كانت نجم تتهنى على المقابله اكثر ضيعت عديد الفرص خصوصا في اخر المقابله؟ صحيح هذا اللي دخلوا في الفاسيليتي في اخر الماتش في الباس الاخرانيه ماهيش باهيه كل شيء دونك الحمد لله هذا اللي زوز بلاش المهم ما قبلتش صفاقس يعني في صفاقس تعرف بونتو كان ينجم يعني قلقهم برشا في الماتش روتور نتصور صفاقس يعني زوز بلاش يعني نتيجه باهيه لكن يعني لازم الحذر خاطر فريق نهضه بركان غادي نتصوروا يعني مش يلعبوا الكل في الكل ويعني نتصور نادي الصفاقس ان شاء الله باش يسجل غادي ويعني باش يتهنى على المقابله خاطر نتصور نادي الصفاقس ديما يمركي لبرا. دونك كنت تصلك على مقابله الاياب دونك تتصور السي اس اس لازم يلعب من اجل باش يسجل اهداف مش باش يحافظ على النتيجه هذه اللي حققها في الصفاقس. والله نعرفوا ريد كرول ما نتصوروش يعني باش يوخر ولا باش يعمل ما نتصوروش خاطر ريد كرول داري نعرفوا بالباهي اونتونير الرباح يعني ويلعب كيما في الصفاقس كيما لبرا ما نتصوروش يعني اونتونير باش يربح ويلعب باش يترشح وكهو. ظهر لي اوبجيكتيف اليوم نتاع النادي الصفاقسي ظهر لي كاس الكاب والمرتبه الثانيه ظهر لي يعني ملاعبي الكل ماشيين ظهر لي في ثنيه باهيه بالجروب الصغيره هذه وباداره باهيه على راس سيمون سخماخم دونك ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله يعملوا مقابله كبيره ان شاء الله الانديه التونسيه الكل ان شاء الله. التشكيله اللي هبطت تشوف نفسها تكون في الاياب ولا لازم فما تغييرات كمان نحاولوا نستحضروا شويه؟ والله نتصور مش بنفس التشكيل نتصور خاطر ظهر لي فيها برشا ديفاز اوفونسيف برشا يعني كيف كليبري حسب ماريتا يعني انا ما نعرفش الاخر اختيارات مدرب ما نعرفش لان مدرب بخاطر عادي كرول باش يبدلك عليها. واضح شكرا ليك شكرا للبرغي وبالتوفيق ليك ان شاء الله في مسيرتك التدريبيه وايضا بالتوفيق للسي اس اس في مقابله الاياب. نذكر الساده المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725000 سواء احباء الاسبيرونس ليتوال واحباء السي اس اس والا حتى الاحباء من جمعيات اخرين نجموا يكلمونا يحكيوا لنا على حظوظ الانديه التونسيه في بلوغ نهائي الشامبيونز ليج وكاس الكاف. معنا ايضا في المباشر من صفاقس زميلي فاضل ابو جناح ناخذ معاه شنو هي رياكسيون نتاع العباد بعد المقابله البارحه لانه فما على الريزلتا اللي حققها السي اس اس والا كانوا يحبوا على المزيد في اجل ضمان ترجح من الذهاب. اهلا بك فاضل. مرحبا بك اسلام. مرحبا بالساده مستمعي اكسبريس اف ام. كما قلت اسلام معناها الفريق نادي الرياضي الصفي كان حقق انتصار مهم امس زوز بلاش امام فريق نهضه بركان المغربي. انت جبت على الرياكسيون تاع الاحباء ثم نوع من الرضا على المردود نتاع النادي الرياضي الصفي وثم زاد كانت ثم رغبه انه نادي الرياضي الصفي يسجل حتى اكثر من زوز اهداف كما قلت للاطمئنان نهائيا على ورقه الترشح للدور خصوصا جاو دي زوكازيون في اخر المقابله فاضل. اسلام نعم قلت لك خصوصا جاو دي زوكازيون في اخر الماتش يمكن الفريق المغربي تلعب كله القدام اللي كانت اتيحت علاء الدين المرزوقي واللي كان معناها حب يخرج زميله فراس شواط وجه لوجه مع الحارس لكن الدفاع تدخل نتاع فريق نهضه بركان المغربي. المهم اسلام بالنسبه للمباراه نتاع امس كما قلت لك فما معناها رضا شبه رضا عند انصار النادي الرياضي الصافي هذا كما نقولوا رضا مشوب بالحذر خاطر فريق نهضه بركان المغربي فريق معناها بشهاده المدرب رودو كرول وكلنا راديو اكسبريس اف ام تحدثنا امس بعد المباراه مع رودو كرول واكد انه هو فريق محترم ومحترم جدا. الفريق هذا مش بالسهل انك تمركي عليه فريق معناها في الدور الفارط امام الفريق الكيني غورما هي الكيني كان حقق انتصار في كينيا بالذات زوز بلاش قبل ما يكمل ياكد الانتصار نتاعو في خماسيه في الملعب نتاعو في بركان. اذا كما قلت لك فريق محترم جدا انك تنتصر عليه زوز بلاش ماهيش نتيجه معناها سهله وماهيش نتيجه معناها مقبولة.
دور هاي الفرق حاليا في القارة الأفريقية على خاطر على الصعيد الأفريقي الفريق هذا محترم محترم جدا. على الصعيد الوطني معناها عنده ترتيب متأخر شوية في البطولة المغربية. أنصار النادي الرياضي السعفي كانوا حبوا على نتيجة أعرف من زوز بلاش، لكن زوز بلاش نعتبرها اللي هي نتيجة ما هيش معناها خايبة، نتيجة نجم نقوله تعطي حافز معنوي للنادي الرياضي السعفي إن شاء الله للمرور الدور النهائي. لكن حسب ما تحدثنا أمس مع المدرب وحسب ما تحدثنا مع اللاعبين إن شاء الله في مباراة العودة في بركان الرغبة بتاع النادي الرياضي السعفي ماهيش باش تكون الاكتفاء بزوز بلاش والدفاع، بالعكس النادي السعفي باش يمشي يحاول يتقدم للمناطق المنافسة وباش يسجل هدف. نعرفوا مليح أن النادي الرياضي السعفي إذا كان تمكن من تسجيل هدف في بركان نهضة بركان يلزمها تسجل 4 أهداف للمرور للدور النهائي، وماهيش حاجة سهلة خاصة برجوع نسيم الهديد المركز نتاعو كقلب دفاع إلى جانب زميله هاني عمامو. الثنائي هذا أمس صاحبة حسام الدقدوق وحمزة المثلوثي قدموا مباراة معناها بدون أخطاء، مباراة معناها كما نقولوا كامل على خاطر الفريق هذا نتاع نهضة بركان عنده مهاجم اللي هو كوجولا باب، مهاجم سريع جدا قوي بدنيا على الصعيد البدني قوي برشا. المهاجم هذا ماهوش بالساهل منك تراقبه، لكن نسيم هنيد الحمد لله متمكن من لابا هذا هداف الدوري المغربي فاضل. كانت سمى حاجة إيجابية بخلاف الانتصار هذايا. الانتصار هذايا هو كان حافظ باش الأجواء والهدوء، معناها الأجواء طيبة والهدوء يرجعوا للساقف بعد الأحداث المؤسفة اللي يتسبب فيها بعض أعوان الأمن قبل بليلة من المباراة. الحمد لله الانتصار خلى النفوس تهدى والعباد كانت كما نقولوا احنا بلغتنا درجة شيخة بالانتصار. الناس مشات روحت لديارها وما صار حتى معناها ما صارت حتى مواجهات مع الأمن ولله الحمد. معناها الناس كل في الساقف كان متخوفة من مآل المباراة هذه. نعرفوا لو قدر الله معناها نادي الرياضي السعفي أمس كان عمل نتيجة خائبة نتيجة سيئة كانت تنجم الأمور تتطور لما يحبل عقبها، خاصة في ظل التشنج بين الأنصار وبين الأمن. بالنسبة لجديد النادي الرياضي السعفي اليوم أسلام إذا كان مازال عندنا وقت باهي مسيرة بسرعة فاضلة. النادي الرياضي السعفي كان منذ قليل راسل مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم الاحتجاج على معناها موقف سابق من رابطة وجه مطلب من نادي الرياضي السعفي. نعرفوا كان نادي الرياضي السعفي عنده التزامات أفريقية في وقت سابق، أطلب من مكتب الرابطة أنه يوخر المباراة نتاعو أمام اتحاد تطاوين. مكتب الرابطة أصر أنه ما يوخرش المباراة هذه، وكان نادي الرياضي السعفي مجبر على لعب المباراة هذه ومن بعد التحول إلى خارج حدود الوطن في رحلة بعيدة. نادي الرياضي السعفي المسؤولين نتاعو معناها الهيئة المديرة البارح كانوا استنكروا شنو معناها التدخل نتاع رئيس الجامعة توفير كرة القدم. واضح فاضل مش موضوعنا اليوم فاضل فاضل باش يوخر المباراة. استنكروا التدخل هذا نعرف تسمع فيها فاضل ولا 5 دقائق ولا 10 دقائق فاضل تم الموافقة على المطلب هذا. باهي فاضل مش موضوعنا ممكن تدخل فيه انت، هذا ممكن فيها في مساحات اخرى نجمو نحكيو عليها. على كل نحكيو على حظوظ الانديه التونسيه في بلوغ نهائي المسابقات الافريقيه ليتوال والسياسات في كاس الكاف والاسبيرانس في الشامبيونز ليغ. تنجمو تكلمونا على 71 725 1000 تخليو الاراء نتاعكم. نمشيو مع اللاعب الدولي السابق للنجم الساحلي كريم حقي، ناخذو عنده انطباعاته على هزيمه ليتوال في سوسه البارح في مصر مع الزمالك 1-0. اهلا بك كريم. اهلا تحية ديك اسلام، تحية لكل مستمعي اذاعتكم. مرحبا بك كريم. باش شنو الامور؟ لاباس شنو الصحة بعد الجوبيلي نتاعك؟ ظهر لي ما سمعناش عليك خبر كبير، وين ماشي الامور باش درب توا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله انا عندي مدة دخلت الحقيقة نعمل في نعدي في الدبلوم تاعي في المانيا، وداير الاسبوع المقبل عندي استاج معناتها في المانيا باش نكمل نتعلم في الدبلوم تاعي. دونك فوالا البروسيدور هذه تدوم شويه، اول حاجه ناخذ الدبلوم تاعي ومن بعد نشوف. مازال عندي شويه وقت، ناخذ شويه وقت هذيك بيد ريكول نجم ان شاء الله ناخذ الشواء اللي انا نراها معناتها اللي يمشيوا معايا في الوقت الحاضر. بالتوفيق ان شاء الله كريم. قبل ما نبداو نسلوك على انطباعاتك لمقابله البارح بين الزمالك والليتوال، نسمع شنو قال ياسين الشيخاوي مباشره بعد المقابله. شوف المقابله كامله، يعني حتى الشوط الاول ما كانش فيه فرص كبيره واضحه، غلطه تسببتنا في هدف كما قلت الزملاء، ومازال شوط ثاني مهم في سوسه ان شاء الله نستغلوه مليح قدره ربي. يعني عندنا المجموعه وعندنا اللاعبين باش كريم. ليتوال انهزم 1-0، لكن ظهر لي ضيع انه ينجم يروح بنتيجه مخير بعد الفرص الكبيره اللي ضيعهم في المقابله. والله صحيح اسلام المباراه كانت مباراه الحقيقه
ممتازه من نجم نادي الساح اللي قدم مباراه فوق مستواه حسب رايي، خاصه في الشوط الثاني وخاصه على المستوى البدني. الحقيقه النجم كان خير من الزمالك على مستوى تكتيكي كيف كيف، معناتها ابار كما قال ياسين ابار معناتها الهدف اللي جاب مجرى اللعب عن طريق معناتها خطا خلينا نقوله، لكن الكره اخطاء ونجم نادي الساح قام بالحقيقه مباراه في مستوى وعرقت النادي في مستوى الدور هذا نصف النهائي. حسب رأي معناتها نتيجة هدف لصفر نتيجة قادر النجم يرجع فيها لسوسة، لكن كان معناتها رجل تابياج اللي نجم يلزم يحضر لكم يفوق ويلزم معناتها خلينا نقولوا ماتش صنفات التبليك معناتها بتاع الليتوال معناتها مطالب معناتها باش يكون حاضر ومطالب باش يساند الفريق لمدة أكثر من 90 دقيقة، وهذا نعرفوه النجم تعود راه بالخبرة نتاعه على المباريات هذه. دونك حسب رأي معناتها قراءة المباراة تكون معك حسب رأيي في مستوى، خاصة مع المدرب اللي يعرف المباراة هذه يعرف الأدوار هذه، واللاعبين الحقيقة ظهروا خاصة في المباراة هذه ضد الزمالك في مصر ظهروا اللي هم عندهم الإكسبيريونس خليهم ينجموا يقوموا بمباراة ممتازة وخاصة مع يترشحوا للنهائي. تشوف ضيع الشوط، قلت ليتوال لعبت خاصة في الشوط الثاني ماتش كبير، تشوف ضيع ليتوال الشوط الأول؟ لا خليني نشوف، الشوط الأول كان شوط متذبذب. انا حسب رايي معناتها المباراة النجم هذه ساحلي معناتها دخل المباراة مازال معناتها ما كانش كان فما قراءة على اللعب، ما نقولش ما لعبش مليح لكن ما كانش يمن 100% بالحظوظ، حاب يشوف الزمالك شنو هو الفريق هذا. الزمالك انا حسب رايي معناتها في اول مباراة كان معناتها فريق ظهر او مانك دو كونفيونس، اللاعبين معناتها تشوفوا اللي بعد اكثر لي باس معناتها كانوا فيغ لاغيير، وهذا معناتها ديسيني نتاع مونك دو سيرينيتي و مونك دو كونفيونس اللي ما عرفش كيفاش يدخل النجم، لانه دخل وسي نورمال معناتها تلعب على الاكستيريور وعندك معناتها مانش في سوسه ما تنجمش تجازف انت من 10 دقائق على 10 دقائق الاولى. هذاك اللي خلى النجم معناتها يقول الشوط الاول نتاعو كان شوط فوق المتوسط باش ما نقولش معناتها حاجه اخرى، لكن معناتها كان في صالحه لانه النجم ماهوش مطالب زاد باش يصنع اللعب في مصر وماهوش مطالب زاد باش يكون عنده 70 ولا 80% معناتها امتلاك كره. حسب رايي كان معناتها في المستوى، لكن الشوط الثاني بعد الهدف اللي جاء مجرى اللعب النجم كان عرف حسب الخطوره ووقت خرج من مناطقه وعرف كيفاش معناتها يقدم، غابت كان الهدف غاب كان معناتها الباس اللي باش يدخل الشبكه. لكن حسب رأيي معناتها مباراة ممتازة متميزة في الإجمال، وخاصة خلينا نعطي علامة امتياز اللاعبين ولو اللاعبين كل قدم مجهود ممتاز، خلينا نتكلم على بوغطاس والحماشي لأنه اللاعبين هذوما حقيقة معناتها واحد نجم يشكرهم وإن شاء الله معناتها يكونوا زاد في نفس المستوى هذا في الماتش هذا. واضح، شكرا لك كريم حقي، أكيد بالتوفيق لك في مسيرتك إن شاء الله التدريبية، وبالتوفيق أيضا للنجم الساحلي في مقابلة الإياب ضد الزمالك المصري. شكرا لك، شكرا، تحية لك. بنذكر السادة المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725000، تعطيونا آرائكم وكيفاش تتصوروا حظوظ الأندية التونسية في بلوغ نهائيات المسابقات الإفريقية. نخليكم مع بيوب ثم الأخبار وبعد راجعين في حديثنا سبور حتى 9 متاع الليل. سبق وسجلت في انتخابات 2014 ولا 2018؟ اضغط على النجمة 195 نجمة ثم أدخل